أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا
ولكل أمة نجل ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من
أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار حتى اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأوليهم ربنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أوليهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا
تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت
فيهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما تدي لولا أن هدينا الله ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لولا أن هدينا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة
ونودوا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل ويبغونها عوجا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
وغرتهم الحياة الدنيا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغضة والكبر صندوق العمل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هكذا كنا نستمع إلى خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا ألا وهو القرآن الكريم أيها السادة آية بينات من كتاب الله العزيز الحكيم
لها على مسامع حضراتكم فادي لتلكاري الشيخ محمد سالم ابو شقاف القاري والمقيم بعين شمس مدينة القاهرة كبرى مخازن الفراشة والإنارة قد قدمناها لكم من مخازن محلات اولاد المرحوم الحاج عطا الجبلاوي المحلات والمخازن بقرية بويد ونيابة عن نصرة الفقيد شكر الله وسعيكم جميعا وما أراكم الله مكروه في عزيز لديكم سائلين المولى أن يغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا وإنا لله وإنا إليه راجعون